فيتامين بي 12 ده فيتامين مهم جدا جدا. اول حاجه نتكلم عنها مصدره، بيجي منين؟ بيجي منين فيتامين بي 12؟ فيتامين بي 12 فيتامين حيواني. يعني ايه؟ يعني موجود في الحيوان فقط، موجود في الحيوان، يعني مش موجود في النبات. النباتات انا ما اقدرش اكل أبداً. حاجه فيها فيتامين بي 12 ما خالص. تلاقي اي نبات فيه فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 في الحيوان، اي جزء في الحيوان، اللحمه، الكبده، الطحال، اي جزء في الحيوان موجود، في الدجاج وموجود كمان في الاسماك، فهو فيتامين حيواني. طب يا دكتور، يعني في ناس عندها مثلا امراض زي النقرس والحاجات دي ما تقدرش تاكل لحمه او فريخ، في ناس الظروف الماديه ممتاز ما تقدرش تشتري الحاجات. طيب دي هنا بقى تتجلى قدره ربنا سبحانه وتعالى. في بكتيريا في الامعاء بتفرز فيتامين بي 12. بكتيريا في الامعاء بتفرز فيتامين بي 12. بكتيريا في الامعاء لو الانسان ما اكلوش لفتره، في بكتيريا بتفرزه، تفرز فيتامين بي 12. طب كلمه بكتيريا بتاخدك لايه؟ يا بكتيريا يعني حاجه ضاره، صح؟ حاجه ضاره. احنا عندنا البكتيريا نوعين، بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. لو انا باخد مضاد حيوي ما بيقتل الاثنين، صح؟ بيقتل البكتيريا النافعه والبكتيريا المكروه في الاخير، صح؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا الكبد الخزيني اللي موجود فيه بتاع فيتامين بي 12 بيكفي سنتين. يعني عندنا مخزون من فيتامين بي 12 بيكفي سنتين، يبدا الكبد يعوض الجسم بفيتامين بي 12، لان فيتامين بي 12 فيتامين مهم جدا. كمان في نقطه، تمام، احنا فيتامين بي 12 قلنا اللي هو فيتامين حيواني موجود في اللحمه، مش اللحمه دي بتنطبخ؟ يعني احنا بنطبخ اللحمه والكلام ده. طيب في فيتامينات بتتكسر بالحراره، فيتامين بي 12 لا، ما بيتكسرش بالحراره. ربنا سبحانه وتعالى عارف ان احنا هناكل اللحمه مطبوخه، ففيتامين بي 12 ما بيتكسرش بالحراره، ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى.